الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبتي الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم في هذا المقطع الخاص المنشأ في سوق احتكار القلة بواسطة نموذج ستاكلبرغ. يعني كيف نتصور الآن سلوك المنشأ في هيكل احتكار القلة من خلال نموذج ستاكلبرغ. قبل ذلك سأبين بمثال سريع كيف فعلنا بالمقطع السابق اللي هو تحدثت به حول نموذج كورنو في احتكار القلة. وعلى سبيل المثال لنفترض دالة الطلب العكسية على إنتاج المنشأتين A و B. لدينا الآن منشأتان A و B. هذا الآن دالة الطلب العكسية inverse demand function اللي هو يعني السعر بدالة الكميات المطلوبة. فبي تساوي 52 ناقص 4 كيو، هاي دالة الطلب العكسية. وأن مجموع عرض المنشأتين هو كيو تساوي كيو للمنشأة A اللي هي الكمية التي تنتجها المنشأة A زائد الكمية التي تنتجها المنشأة B. ولنفترض أيضا بأن دالة التكاليف الكلية التي تواجهها المنشأتان معطاة بالصيغة الآتية، هاي التوتال كوست الكلفة الكلية أو التكاليف الكلية تساوي 4 كيو. إذا الآن لاحظوا التوتال كوست تساوي 4 كيو. فلدينا الآن معلومات عن دالة الطلب العكسية P تساوي 52 ناقص 4 كيو، وعندي التوتال كوست اللي هو الكلفة الكلية تساوي 4 كيو. ما يعني الآن تذكروا أنه مارجنال كوست هو المشتقة الأولى للتوتال كوست أو الكلفة الكلية، المشتقة الأولى للكلفة الكلية بالنسبة للكمية، إذا تساوي 4. يعني إذا اشتقينا هذه الدالة نسبة إلى كيو فبتكون مارجنال كوست أو ما يسمى بالكلفة الحدية تساوي 4. واللي نعلم الآن بأن Q تساوي QA زائد QB، بمعنى آخر أن عرض السوق كله يساوي ما تنتجه المنشأتان QA QB. فهذا يعني الآن بناء على هذا الكلام كله أن السعر لو 52 ناقص 4 كيو، 52 ناقص 4 كيو، بنعوض الآن 52 ناقص 4 لكن بدل كيو هاي عوضنا عنها QA زائد QB وضعناه هنا، وتساوي بالحالة هاي 52 ناقص 4 QA ناقص 4 كيو بي. الإيراد أو الإيرادات الكلية توتال ريفينيو للمنشأة اللي هو P في QA. ما يعني الآن توتال ريفينيو صب A هاي تساوي P في QA، لأن نعوض عن P بقيمتها اللي وضعناها هنا 52 ناقص 4 QA ناقص 4 QB، هذه مضروبة الآن في داخل القوس وضعنا الآن P، خارج القوس اللي هي Q صب A. فعندما ندخل الـ Q sub A داخل القوس بصير عند 52 QA ناقص 4 QA تربيع ناقص 4A QA QB. ما يعني بالحالة هاي بأن المارجن ريفينيو، هنا حسبنا قبل قليل مارجن الكوست من هذه الدالة، لكن المارجن ريفينيو هو الآن مشتقة الجزئية الأولى، مارجن ريفينيو sub A اللي هو المشتقة الجزئية الأولى للتوتال ريفينيو المنشأة A نسبة إلى الـ QA، وتساوي بالحالة هاي. الآن سأشتق هذه الدالة مرة واحدة بالنسبة لكيو اي، فتصبح 52 لأنها تصبح واحد صحيح. هنا 2 في سالب 4 سالب 8 كيو اي، وهنا تذهب كيو اي فتصبح عندي سالب 4 كيو بي. إذن هذه صيغة المارجن ريفينيو أو الإيراد الحدي للمنشأة. نكمل على بركة الله. آخر نتيجة كانت هذه اللي هي مارجن ريفينيو على A تساوي partial TRA partial QA تساوي 52 سالب 8 QA ناقص 4 QB. الآن شرط تعظيم الأرباح هو ماذا؟ مارجن ريفينيو للمنشأة A، طبعا شرط تعظيم الأرباح للمنشأة A، فالمارجن ريفينيو A يساوي المارجن كوست، لأن افترضنا بأن التوتال كوست هيكل التكاليف الكلية تواجه الشركتان على حد سواء، فهنا المارجنال كوست يساوي 4 كما حسبناه قبل قليل. الآن بالتعويض عن المارجنال ريفينيو هنا بهذه القيمة، إذا هنا بالتعويض عن المارجنال ريفينيو في معادلة التوازن، هذه معادلة التوازن لتعظيم الأرباح، نحصل على هذه الآن تساوي 4، يعني 52 سالب 8 كيو اي سالب 4 كيو بي تساوي 4. فالآن ننقل 4 إلى الطرف الأيسر و 8 كيو إلى الطرف الأيمن وهكذا، فنحصل على ما يلي اللي هي
8 كيو اي تساوي 48، يعني 52 بروح بنطلع منها 4، وهذه تبقى في الطرف الايسر وهي الطرف الايمن. ف 8 كيو اي تساوي 48 سالب 4 كيو بي، هذا يعني الان بالقسم على اللي هو عفوا 8 بالقسم على 8 بيطلع عندي 48 على 8 يساوي 6، و 4 سالب طبعا قسم على 8 يساوي نصف، اذا كيو اي تساوي 6 ناقص نصف كميه الانتاج من المنشأة الثانية. هذه الكمية التي ستنتجها المنشأة الأولى، المنشأة الأولى قبل يعني المنشأة الأولى اللي هي 6 ناقص نصف كيو بي، لكن نذكر بأن الـ الآن عندما نتحدث عن نموذج ستاكلبرغ نفترض بأن المنشأة الأولى هي التي سبقت، لكن قبل ذلك دعنا نحسبها بالضبط نقطة التوازن كميات الإنتاج والسعر السائد فقط حسب نموذج كورونو. فهي رد فعل الآن دالة رد الفعل للمنشأة الأولى. متابع الآن إذا تتبع الخطوات السابقة ذاتها نجد بأن دالة رد الفعل المنشأة بي هو ذاته سبحان الله، لكن بدل ما يكون عندي 6 ناقص نصف كيو بي الآن كيو بي تساوي 6 ناقص نصف كيو اي، لأن انعكست لأنه دالة التكاليف متشابهة والسعر اثنين بوجهه. ما يعني الآن حيث أنه هذه دالة رد الفعل المنشأة A ودالة رد الفعل المنشأة B هذا يعني معطيات مع بعضها بعض الآن، فإن Q sub A عندما نعوض الآن 6 ناقص نصف QA هنا أو نصف QB عوضنا عنها بدل هذه اللي كيو بي هذه الكمية وضعناها هنا، فبطلع عندي 3 زائد ربع كيو صب اي وهذا يعني هذه 3 إشارات هنا، هذا يعني بأن كيو اي تساوي 3 مقسم على 3 4 يساوي 4. إذن الكمية التي ستنتجها المنشأة اي هي 4، وبالكيفية ذاتها نجد بأن الكمية التي ستنتجها المنشأة بي تساوي 4، وأن سعر البيع راح يكون 20. تذكروا هذه المعلومات أحبتي مهم جدا. إذا مجموع الإنتاج يساوي 4 زائد 4 8 وسعر البيع هو 20. هاي الآن تمثيل البياني لنموذج كورنو قبل أن نتحدث عن نموذج ستيكلبرغ. هاي اللي عندي دالة الطلب لمنشأة ودالة الطلب لمنشأة الثانية، فبلتقوا عند هذه النقطة. مجموع الإنتاج بيكون 8 اللي هو 4 زائد 4 وسعر البيع يساوي 20. إذا لاحظون 8 في 20 يساوي 160 اللي هي توتال ريفينيو للمنشأتين. أما الآن وهنا بيت القصيد، لنعود إلى السعر بي تساوي 52 ناقص 4 كيو وإلى دالة رد الفعل لكل منشأة. هذه الآن دالة رد الفعل المنشأة A ودالة رد الفعل المنشأة B. نلاحظ الآن أنه إذا قامت المنشأة هنا دالة إيرادات كلية المنشأة A هي هذه دالة إيرادات كلية للمنشأة A. لنفترض الآن بأن المنشأة A تحركت عفوا في السوق، طبعا في السوق عفوا في سقط السهم الياء هنا، تحركت السوق قبل المنشأة B بمعنى سبقتها حسب نموذج ستاكلبرغ بتعويض دالة رد الفعل المنشأة B في دالة التوتال ريفينيو المنشأة A. نحصل على ما هي دالة إيش التوتال ريفينيو، لاحظوا لي هاي للمنشأة A، لكن سنعوض بدل بي هنا كيو صب بي، هذه منعوض بقيمتها هنا اللي هي 6 ناقص نص كيو اي، وبالتالي هنا طبعا تظهر النتيجة الرائعة بالنسبة لنموذج ستاكلبرغ بالتعويض. طلع عندي بي في كيو طبعا هنا السعر في كيو اي وتساوي اي السعر الاصلي اللي حسبناه، لكن بدل كيو بي هنا هنا عوضنا عن 6 اللي هي اي هاي كيو بي، عوضنا بدل كيو بي هنا بهذا النموذج عوضنا دالة رد الفعل للمنشأة بي وضعناها هنا مضروبة في كيو اي طبعا هنا، لاحظوا لي كيو اي هذه عوضنا بدل هذه، فالآن تصبح ماذا النتيجة النهائية، أي أن الآن توتال ريفينيو للمنشأة اي بي في كيو اي تساوي 52 سالب
4 كيو اي سالب 24 زائد 2 في كيو اي مضروب في كيو اي خارج القوس كلياته. هذا يعني اخر نتيجه كانت هكذا. هذا يعني بان الان توتال ريفينيو للمنشاه اي تساوي برايس في كيو سب اي وتساوي 28 ناقص 2 كيو اي كلها في كيو اي وتساوي 28 كيو اي سالب 2 كيو اي تربيع. اوكي يعني الان طرحنا من 52 24 بقي عندي 28. اذا الان نتابع المارجن ريفينيو يساوي 28 ناقص 4 كيو اي. هنا اشتقينا هذه بالنسبه لكيو اي مره واحده فهي المارجن ريفينيو تساوي 28 ناقص 4 كيو اي. شرط تعظيم الارباح انه المارجن ريفينيو المنشأة اي تساوي مارجن الكوست اللي هو يعني هذه خلينا الكلفه الكليه التي تواجهها المنشأتان. لما حسبناها طلعت معانا 4 كان النتيجه 4 اي ان الان مارجن ريفينيو يساوي 28 ناقص 4 كيو اي تساوي 4. لاحظوا لي 4. اذا الان كيو اي ستار الكميه التي ستنتجها المنشأة اي تساوي 24 مقسم على 4 وتساوي 6 هاي الكميه. الان بالتعويض منشأة بي لاحظوا لي من اصلا من داله رد الفعل لها كيو بي تساوي 6 ناقص نصف الكميه التي ستنتجها المنشأة اي وبالتالي 6 ناقص نصف 6 وتساوي 3. لاحظوا لي انه المنشأة اي اخذت السوق بست كميه بست يعني كميه مقدارها 6 لكن انظلمت هاي المنشاه بانتاج بي. السعر الذي سيسود في السوق بي يساوي 52 ناقص 6 زائد 3 9 الكميات المنتجه كيو 1 او كيو اي وكيو بي وتساوي 16. اذا لاحظوا لي الان يعني الشاطر منكم احبه الطلبه المتابعين انه يحسب الايرادات الكليه لهذه المنشاه اللي هي 16 ضرب 6 في حين ان المنشأة بي 16 ضرب 3. هاي الان نقصد التوازن بين المنشأتين هكذا التوازن. طبعا هنا 9 للسوق كلياته وسعر البيع راح يكون 16 لكن التسعة هاي مجزأة الى جزئين واحد مقداره 6 المنشأة اي والثاني ما تبقى اللي هو 3 للمنشأة بي فبتكون الإيرادات أقل من حالة إنه الكورنو موديل لكن في منشأة حققت أرباح أكثر بهذه الحالة. أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع راجيا أن أكون قد قدمت لكم الفائدة. أحبتي حتى تستوعب كل هذه الأفكار أرجو منكم العودة إلى المقطع مرة ومرتين وثلاثة حتى تستوعبها لأن خطواتها شوية طويلة ومعقدة. وإلى لقاء آخر قريب بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.